السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب المفيد في الرياضيات مستوى الخامس ابتدائي صفحة 74. عندنا اليوم يعني درس جديد حساب قياس المحيط الدائرة ومساحة القرص. Calcul دي بيريمتر دي سيركل اي دو لا سيرفاس دي ديسك. إذا عندنا هنا يعني واحد تمرين لنبحث جميعا. ربط مزارع عنزته بحبل طوله 6 أمتار. لنحسب محيط أكبر دائرة يمكن أن ترسمها العنزة بقوائمها إذا أتمت دورة كاملة. أكبر مساحة تستطيع أن تتحرك فيها هذه العنزة. لحل الوضعية نستحضر ما تعلمناه في الحصص السابقة حول محيط دائرة ومساحة القرص. إذا الأهم احنا عندنا هنا هو خص التلميذ يعني يعرف القاعدة ديال محيط الدائرة ومساحة القرص. على التلميذ أن يعني يحفظهم مزيان. إذا اش عندنا هنا؟ عندنا واحد العنزة يعني ربطها مولاها، واحد الحبل اللي فيه ستة أمتار. إذا هاد العنزة يعني مني كدور كترسم واحد الدائرة. الدائرة يعني الشعاع ديالها هو 6 أمتار والقطر ديالها هو 12 متر. إذن باش نعرفوا احنا هاد يعني محيط أكبر دائرة يمكن للعنزة يعني أن ترسمها، إذن خصنا نحسبوا محيط هاد الدائرة. إذن باش نحسبو خصنا نديرو محيط أكبر دائرة يمكن للعنزة أن ترسمها يعني بالحوافر ديالها أو بقوائمها أن ترسمها يعني بالقوائم ديالها. إذن عندنا محيط الدائرة كيساوي القطر في بي. اذا واش حنا عندنا هاد المعطيات؟ اذا عندنا المعطيات لان هاد الحبل يعني كيجسد لينا هنايا اغ يعني الشعاع. اذا الشعاع زائد الشعاع كيعطينا القطر. اذا عندنا القطر يعني بي يساوي 12 في قيمة بي هي 3.14 يساوي 37.68 متر. إذن هنا يصلنا المحيط ديال هاد الدائرة اللي يمكن ترسمها العنزة. دابا غنصيبو المساحة يعني أكبر مساحة يعني تستطيع أن تتحرك فيها هذه العنزة. تستطيع أن تتحرك فيها العنزة العنزة
اذا اش عندنا؟ يعني ملي كنهضروا على المساحه يعني خصنا نهضروا على مساحه القرص. هاد يعني هاد العنزه ملي كدور يعني راه كتغطي هاد المساحه ديال هاد القرص. اذا غنديروا هنا اس يساوي يعني مساحه القرص هي ار في بي قيمه بي. اذا نجسدوها بالارقام ار عندنا هنايا يعني ار هو طول الحبل يعني الشعاع هو طول الحبل. اذا ار يعني 6 في 6 في 3.14 اس يساوي 6 في 6 36 في 3.14 يساوي اس 113.04 متر مربع. اذا هذه هي المساحة اللي غطاتها لنا هاد العنزة. ندوزو للتمرين اولا يعني واحد احسب محيط ومساحة الطاولة. خذ القيمة يساوي 3.4 يعني قيمة بي تساوي 3.4 يعني هذه معروفة. اذا هنا عندنا طاولة يعني هذا الشكل هكذا. اذا هاد الطاولة الا بغينا نحسبوها واش نقدروا حنا نحسبوها هكذا؟ ما يمكنش. اذا الا بغينا نحسبوها هاد الشكل يعني خصنا نجزئوه لاشكال معروفه. اذا هنا عندنا 80 سنتيمتر وهنا 80 سنتيمتر. اذا هنا هذه على شكل مربع. اذا غنديروا يعني هنا غيشكل لنا هذا مربع. اذا هنا 80 سنتيمتر هنا غتكون 80 سنتيمتر وهنا 80 سنتيمتر. اذا حنا لقينا هذا المربع. هنا بقات لينا نصف دائره في نصف دائره. نصف دائره هنايا القطر ديالها هو 80 وهنا القطر ديالها 80. اذا هذا نصف دائره يساوي هذا النصف. يعني لا زدينا هذا النصف مع هذا النصف غيكون لنا دائره. اذا اش قالوا لنا هنا؟ قال لنا احسب محيط ومساحة الطاولة. اذا اول حاجة نحسب المحيط. اذا هنا عندنا المحيط يعني عندنا 80 زائد 80 زائد لازدينا هاد نصف دائرة مع هاد نصف دائرة يعني غتعطينا دائرة. اذا دائرة للقطر ديالها 80. طاولة محيط الطاولة إذن اش عندنا؟ يعني بي يساوي عندنا هنا 80 زائد هنا 80 زائد يعني محيط هذه الدائرة. محيط الدائرة يعني هو 80 القطر في القيمة بي يعني 3.14. علاش؟ لأن هذا هو الدي في بي القيمة بي. إذا بي تساوي 80 زائد 80 160 زائد 80 في 3.14 هي 251.2 يساوي بي 411.2 سنتيمتر. اذا هذا هو محيط الطاولة. دابا غندوزو لمساحة الطاولة. مساحة الطاولة
اذا لبغي نحسبوا مساحه الطاوله خصنا نحسبوا يعني زوج الاشكال هنايا. غادي نحسبوا مساحه هذا المربع ومساحه هذا القرص، يعني نصف نصف قرص مع نصف قرص. اذا نحسبوا اولا مساحه المربع، اذا انا غنديروا مساحه المربع، اذا مساحه المربع اس تساوي سي في سي. إذن غنجسدوها بالأرقام، يعني عندنا هنايا الضلع في الضلع، إذن 80 في 80 يساوي 8 في 8 64، وكنحطوها جوج أصفار هي 6400 سنتيمتر مربع. إذا هذا الشكل المربع. غنحسبو دابا يعني مساحة القرص، مساحة القرص إذا مساحة القرص عندنا S يساوي R في R في القيمة بي. نجسدوها بالأرقام، إذا هنا عندنا الشعاع، عندنا هنا القطر فيه 80، إذا الشعاع شحال غيكون فيه؟ غيكون فيه 40. إذا غنديرو 40 في 40 في 3.14، إذا يساوي 40 في 40 في 3.14 تعطينا 5024 سنتيمتر مربع. إذا غنحسبو دابا مساحة الطاولة، يعني مساحة الطاولة. إذا مساحة الطاولة هي مساحة المربع زائد مساحة القرص، يعني 6400 زائد 5024. غنديرو هكا S يساوي 6400 زائد 5024 يساوي 11424 سنتيمتر مربع. إذا هذه هي مساحة الطاولة. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 74، إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله.